الخميس 3 فبراير 2006 غرقت عبارة السلام الشهيرة باسم السلام 98. اتبنت السفينة سنة 1970 في شركة إيطالية تحت اسم بوكاشيو، وتقريبا طول السفينة كان 118 متر بعرض 23.6 متر بغاطس 5.9 متر. عملوا لها تطوير سنة 1991 علشان يزيد استيعابها، وباعوها شركة السلام المصرية للعبارات. الرحلة كانت في البحر الأحمر من مدينة ضباء في السعودية متجهة لسفاجة في مصر قبل ما السفينة تغرق بيوم، اللي هو بالتحديد يوم الأربع 2 فبراير 2006 حصل حريق جوه السفينة، بالتحديد في عنبر السيارات، وكان في بضاعة في نفس العنبر مصنوعة من القطن. البضاعة دي اتحرقت، لكن للأسف بقايا القطن اللي اتحرقت سدت مواسير الصرف والمية متصرفتش، واتجمعت كلها في الجنب اليمين من السفينة. وتجمع المية في الجنب اليمين من السفينة عمل فيها ميل يكاد يكون ملحوظ، لكن للأسف السفينة أبحرت تاني يوم، اللي هو بالتحديد يوم 3 فبراير 2006. وأثناء الرحلة بدأ الميل يزيد نتيجة الرياح العالية اللي كانت في نفس اتجاه الميل، وبدأ الميل يزيد لحد لما وصل لعشرين درجة، وده رقم كبير جدا في المياه البحرية وخطر جدا. لكن للأسف مع مرور الوقت الميل بقى يزيد أكتر ووصل لخمسة وعشرين درجة، يعني للأسف السفينة بتغرق. بما انها عبارة يعني كان فيها معدات وفيها ناس. المعدات كانوا 220 عربية، الناس كانوا 1415 شخص، منهم 1310 مصريين كانوا شغالين هناك او كانوا راجعين من تأديب مناسك الحج، لكن اللي غرقوا كانوا 1100 شخص، وده كان نتيجة عدم التنظيم اثناء الإخلاء والتأخر في طلب الاستغاثة وبعض المشاكل في وسائل الامان. عملية الاستكشاف البحرية نزلت السفينة بعد ما غرقت ولقوا فيها الصندوق الأسود. الصندوق الأسود ده كان فيه تسجيل صوتي بين طاقم السفينة وبين القبطان. للأسف كان فيه كمية هلع وخوف يعني لا توصف. فربنا يرحمهم ونحتسبهم عند الله شهداء. يعني مش عارفين يعملوا البوست، يعني انا مش قادر افهم. مروه يا حبيبي،